بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم كنت واجدوا في واحد المسجد اللي تخربات من طرف شي بعض الأطراف اللي بلعوها باش ما يصليوش فيها الناس. لا إله إلا هذا منكر. بيت الله تسدات اليوم باش تشوفوا واحد الكارثة اللي كنشوفوا فيها. بيت الله تسدات في وجه المصلين. أخوتي، بيت الله اللي كانت مفتوحة في وجه المواطنين اللي باش يصليوا، اليوم تسدات في وجه المواطنين من طرف الحاج حمد اللي سدها مدة طويلة والمسجد مسدودة. شوف المسجد قداش باش يصليوا المواطنين باش يعبدوا الله، ودابا مسدودة من طرف الحاج حمد. وكنطلبوا من الله إن شاء الله يتفتح هذا المسجد النظر باش يصليوا المصلين. رمضان على أبواب باش الناس يصليوا، ونطلبوا الله لأن رمضان على أبواب باش يتفتح هذا المصلى باش نصليوا في هذا رمضان إن شاء الله المبارك. شوف أخوتي واحد الكارثة. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المسجد كتسد في الوجه نتاع الناس. ما هي المسجد كتسد في الوجه نتاع المصلين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفرنا يا رب العالمين. شوف الكارثة المسبالة. شوف ولات مهجرة، ولات دار المهجر في الزبل. شوف لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شوف عاملة سدات. ورمضان على أبواب. شوف الكارثة. رمضان على أبواب والباب نتاع المسجد سدات في الوجه المصلين. لا إله إلا هذا منكر. يا رب يا رب السلامة يا رب. في غادي يمشي بنادم يروح، في غادي يمشي بنادم يدخل. ولات مزبالة دابا مسجد، ولات مزبالة. لا إله إلا هذا منكر. والله العظيم أخوتي لا مسجد ولات مزبالة، مسجد دابا ولات مزبالة. هاي كيفاش كتشوفوا الإخوان، مسجد ولات مزبالة. في غادي يمشي بنادم. شوف أخوتي شوف. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسجد قداش وما قداش ولات مزبالة. مسجد والله لا ولات مزبالة. والله لا عار عليكم، والله لا عار. ها هما أخوتي مسجد للصلاة للعبادة في هذا رمضان المبارك، ولات مكان المزبالة، مكان للمهاجرين، مكان للناس غير معروفين للتخبيع. ولهذا كنشير إلى السلطة المحلية أو إلى المنتخبين السياسيين، إلى السيد العميل على عمالة إقليم الناظور للتوجيه باش يعطي الرأي ديالو في هذا المسجد باش تفتح، لأن مسجد رمضان على أبواب باش يصليوا الناس صلاة رمضان. وشوف دابا كيفاش كتشوفوا الأبواب مبلعين. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ما هي؟ البيبان. شوف شوف الناس كسروا الفلوس، عدلوا عدلوا المرافيع للقرآن الكريم، عدلوا. شوف دابا ولات مهاجرة، ولات كارثة، ولات. شوف 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 اخوتي، شوف شوف العام، شوف شوف اخوتي، شوف للحمام مكان للحمام. يا ربي تسترنا، يا ربي يا ربي تحفظنا، يا ربي. ولات مكان مكان مهاجر، مسجد للصلاة، والآن مكان للمزبلة. ما يموي الناس يا رب العالمين، لا إله إلا هذا منكر. ولا مكان للمزبلة، مكان للسكن للمهاجرين أو لفقدان العقلية، باش يفتحوه في هذا رمضان. نشوفوا الله قبل بنادم، قبل ما يموت، قبل ما يموت او يوصل الحاج احمد، يوصل لاخر الايام ديالو، يجي يفتح هذا المسجد، يجي يفتحه لوجه الناس باش يصليو، باش يعبدوا الله، ماشي يستنى بنادم حتى يموت ولا. لان هذا مكان للصلاه، مكان بيت الله، بيت الله، بيت الله. خص بنادم ما ياخرش على عباده الله وعلى مكان الله، لان المسجد خص تفتح لوجه النظرين، لوجه الناس، باش يصلي وباش يعبدوا الله. لان اليوم الدنيا غدا الاخره. شوف ولات مكان اختصاص للمزبله. شوف كيفاش ولا المكان، شوف شوف كيفاش ولا المكان، مكان للمزبله، مكان للمزبله. لا اله الا الله، ان هذا منكر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. مي تشوف دابا المسجد ولات مكان، مكان للمزبلة، البيبان، القبس، الزليج، مكان متسع، الفوق نتاع العيالات باش كتشوفوا، الفوق نتاع العيالات. ودابا كنلقاوه مكان مسدود. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو علامة الساعة، هذا هو علامة الساعة الكبرى. أمن مساجد ردوها مكان للمزبلة، هذا هو علامة الساعة، هذا هو علامة الساعة. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يتشوف واحد المكان، مكان المسجد، بيت الله، وردوها مكان للمزبلة. شوف 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 اخوتي، شوف 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 بيبان، المنبر. شوف كيفاش ولا المكان، شوف كيفاش ولا المكان مخرب. مكان مخرب، اشعل النار. لا اله الا هذا منكر، لا اله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. شوف فين السيد العميل، فين السيد القائد لقيادة بني شكار. كنطلبوا باش هذا المسجد ان شاء الله تفتح في وجه الناس باش يصليوا،
تفتح في وجه المصلين، تفتح في وجه المصلين باش يصلوا في هذا المسجد، هذا المسجد السعيدة. شوف، ولهذا شوف أخوتي باش تعرفوا، في فانيشيكار مسجد كبير كان يصلي فيه آلاف من الناس، كانوا الناس كيجيو من كل موضع باش يصليوا لا في يوم الجمعة، واليوم يوم الجمعة يوم المبارك، باش تشوف المسجد عامرة بالأزبال، والمسجد حيدوا منها الصلاة. كيفاش الله تعالى غادي يضرب الشتاء؟ كيقولوا ما كيضربش الشتاء ولا ما كيضربش، حيدوا منها الصلاة وحيدوا منها هكذا. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.